صباح الخير، أنا اسمي مخلص عودة، صاحب ومدير لمجموعة شركات في قطاعات مختلفة في البلد هون. اشتركت في دور رقم 47 في امبريتك عن طريق البنك القاهرة عمان، كانوا هم داعمين لاشتراكي في الدورة هذه، وبحب أشكرهم على هذا الدعم، وبحب أشكرهم على الفكرة إنه هم بيدوروا على مصلحة زباينهم، ويدوروا على إنهم زباينهم يستفيدوا ويكون عندهم معرفة أكثر، لأنه باعتقادي هذا بيساعد العملاء وبيساعد البنك في التعامل أسهل مع العملاء. بالنسبة لدورة إمبريتك، دورة إمبريتك كانت دورة ممتازة بكل المقاييس. الاستفادة منها بتختلف من شخص لشخص، بس الكل بيستفيد. الأشخاص اللي بدهم يبلشوا البزنس تبعهم، أو اللي هم بيدوروا على أهداف، أو كيف يعملوا أهدافهم الواضحة والمحددة في حياتهم، راح يستفيدوا منها بشكل كبير جدا. رجال الأعمال وأصحاب الشركات اللي عندهم خبرة وخبرة واسعة في بعض الأحيان في شغلهم، وصار لهم فترة طويلة بالسوق، برضه بيستفيدوا من الدورة هذه، لأنه في كتير نقاط بتكون ممكن يكونوا هم بيعملوها بس ما بيعملوهاش بالشكل المناسب، أو بيفكروا فيها ما بيفكروش فيها بالشكل المناسب. لكن الدورة إجمالا لكل الناس يعني في عالم الأعمال مفيدة وضرورية، وأنا بنصح فيها كل شخص بيقدر يعني يستثمر في وقته، وأنا بعمل في بيستثمر فعلا في وقته إنه ياخذ الدورة هذه. برجع لموضوع بنك القاهرة عمان، أنا صراحة كنت من الناس اللي تفاجأت بسرور كون البنك القاهرة عمان بيعمل نشاطات زي هيك لعملائه، نشاطات بدها فايدة، بده فايدة للعملاء تبعينه، وأكيد هذا بيعود بالنفع على البنك يعني. فأعتقد إنه المصلحة للطرفين، وأعتقد إنه هاي خطوة ريادية، مادام بنحكي على عن إمبريتك، بس هاي خطوة ريادية من البنك، لأنه بيأكد لعملائه إنه هو مهتم فيهم، وإنه هو بده إياهم يتطوروا، وهذا في المحصلة